ألف مبروك لمنتخبنا الوطني الأولمبي. زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة أول ثلاث نقاط في طريق العودة مرة أخرى لأولمبياد طوكيو 2020، بعدما كان منتخبنا الوطني في آخر أولمبياد 2012 في لندن. النهاردة أول ثلاث نقاط في طريق العودة مرة أخرى للتواجد في الأولمبياد. إن شاء الله تبقى البداية جيدة زي ما كلنا اتكلمنا مع حضراتكم قبل بداية اللقاء. إن شاء الله هذه المباراة قد تكون الباب الذي يفتح العودة مرة أخرى إلى أو الثلاث نقاط التي تفتح العودة مرة أخرى إلى أولمبياد طوكيو 2020. كل الأمن الوطني إن شاء الله الأولمبي خلال المباراتين القادمتين بالفوز بست نقاط علشان بقى نصعد إن شاء الله إلى الأولمبياد. طبعا لسه فيه بعد كده أدوار أخرى، ولكن الآن المنتخب الوطني حقق ما هو مطلوب منه. كابتن فتحي